السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة، تفسير معتقداتنا وسلوكياتنا وأفكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة تحديدا. هدفي من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية، أخلصكم من أي طاقات سلبية دخيلة وتشعروا بيها وتأثر على حياتكم. كل عضو معايا مشترك في القناة ليه أي استفسار أو ليه سؤال، ياريت يسيب لي السؤال في التعليقات أو في جروب الواتس أو على الانستجرام، سايبالكم الروابط كلها في لمحة القناة. هنكمل سلسلة التفكير المستمر اللي بدأناها. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن أثر التفكير المستمر على الجسم المادي وعلى المجال الطاقي. الحقيقة التفكير المستمر، الأشخاص اللي بيعانوا من تفكير مستمر، يعني في ناس بتوصل درجة الحب ودرجة التفكير عندهم لأقصى مدى. الحقيقة الموضوع ده صعب جدا جدا جدا، أقوى من السحر. الأشخاص بيحاولوا عايزين يبطلوا هذا التفكير لكن ما بيقدروش، لأن التفكير غصب عنهم لا إراديا بيلاقوا نفسهم تحت تأثير هذا التفكير. التفكير ده مسيطر عليهم، بيحسوا ان هم اصبحوا مسجونين طاقيا لهذا الشخص، مش قادرين يفكروا في اي شيء في الحياة ولا في اي شخص ولا في اعمالهم، ما بيفكروش فقط غير في هذا الشخص. عايزين يطمنوا عليه، عايزين يسمعوا صوته، عايزين يشوفوه، عايزين يكلموه. رغبات قوية وملحة جدا جدا، وديت رغبات طاقية ان هم يتواصلوا معاه ويكلموه. الموضوع بيزيد معاهم اكتر لو الشخص الاخر بيمارس تمارين تخاطر. يعني ممكن يكون بيفكر عادي وطاقه التفكير وصلت لهم وخلتهم يفكروا فيه، ما بالكوا بقى لو الشخص الاخر كمان بيفكر وبيمارس تمارين تخاطر على هذا الشخص اللي بيفكر فيه. الموضوع هنا هيبقى صعب جدا جدا جدا، طاقة التفكير هتبقى مضاعفة وهتأثر على الجسم المادي وهتأثر على الجسم الأثيري. هتأثر على الجسم ازاي؟ هتحس بتوتر، ارتباك ذهني، حاسس بقلق طول اليوم، نفسيتك مش متزبطة. اقل سبب او اقل كلمة بتنقلك لدنيا تانية خالص وتعصبك وتبقى ما انتش طايق اي حد قدامك. بتعمل لغبطة جامدة جدا جدا في المزاج. قد تستيقظ ومزاجك كويس وفجأة تنهال عليك سيل من المشاعر الطاقية تجاه هذا الشخص، تقلب مزاجك وتقلب مودك رأسا على عقب. يعني تبقى صاحي كويس وفجأة مرة واحدة مزاجك يتقلب. او الكلام هنا بالنسبة برضو للرجل وبالنسبة للمرأة، زي ما بيحصل هنا بيحصل هنا. فانت بتبقاش عارف ايه اللي بيحصل، وتلاقي التفكير المستمر تشبث منك وتمكن منك، وما انتش قادر وما انتش قادرة تطلع هذا الشخص من دايرة افكارك، وعندك رغبة ملحة ان انت تمسكي التليفون بتاعك وتكلميه وتتواصلي معاه، رغبة ملحة ان انت تراقبيه، تخشي على الستوري بتاعه، تخشي على الايميل بتاعه، رغبة ملحة ان انت تتتبعي اخباره باي طريقة. هنا اعرفي ان الشخص بس مش بيفكر فيكي، لا، وبيمارس تمارين تخاطرية كمان. التخاطر موجود، التخاطر موجود. هنا الشخص بيركز طاقته وبيرسل لك طاقات حب، ده اللي بيخليك تفكر فيه كتير وتبقى عايز تتتبع اخباره وتتواصل معاه باي طريقة. مجرد بس ان انت تعدي من قدام بيته او بيتها، مجرد بس ان انت تمسك التليفون وتتواصل مع الطرف الاخر، او تراقب الايميل بتاعه، او
قد تصل لبعض الأحيان اللي انت مثلا تبعت لها رسالة. الموضوع ده يا جماعة صعب جدا جدا، انا مش عايزاكم تستهونوا بهذا الموضوع. موضوع التفكير ان انت تفضل شاغل بالك او بالك مشغول بشخص معين طاقيا طول الوقت، الموضوع ده صعب جدا جدا، اصعب مما تتصوره. والناس، في ناس بتبقى عايزة تخلص نفسها لان الموضوع فعلا تعبها، الموضوع ارهقها ذهنيا، مش عارفة تمارس حياتها كويس، مش عارفة تنام، مش عارفة تاكل، حياتها كلها اختصرت على شخص، اختصرت ان هي تعرف بس معلومة عنه، بمجرد تعرف معلومة عنه طول اليوم ده بيرضيها. ديت مش حياة. الناس فعلا بتبقى عايزة تتخلص من هذا التفكير، تحب بس تحب بعقل مش بهذه الطريقة. انت بتحب والطرف الاخر بيحب، انت متعلق والطرف الاخر عمال يركز طاقات عليك ويبعتها لك. هنا الموضوع بيبقى مقلق ومربك لكل الطرفين. لازم تسمعوا حلقات كتير، في حلقات استشفاء انا عاملاها على القناة كتير جدا جدا، انا عاملة مئات الحلقات، تقدروا تشوفوها وتسمعوها كويس جدا جدا، وتعيدوا سماعها، تعيدوا سماعها مرة واثنين وثلاثة. الشخص في الفترة دي بيبقى محتاج تنظيم طاقي، تنظيم طاقي قوي جدا 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 في المجال المحيط به. يعني المكان، الغرفة بتاعته لازم تبقى منظمة جدا، تنظيم طاقي، تنظيم في العبادات. الصلوات الخمس لازم تقوم بها على أكمل وجه. احنا هنا بنلعب على تنظيم الطاقة لان المجال الطاقي هنا بيبقى مشتت، فاحنا عايزين ننظمه على قد ما نقدر، نملاه بطاقات ايجابية على قد ما نقدر. كل ما نظمت مجالك الطاقي ونظمت طاقتك وتخلصت من اي طاقات سلبية حواليك، هتلاقي الاستشفاء سهل جدا جدا بالنسبة لك. ان في الفترة دي انت او انت بيكون عندكم حاجة اسمها تجميد طاقي. يعني ايه تجميد طاقي؟ طاقتك مجمدة تجاه هذا الشخص، مفيش تحرر في الطاقات، الطاقة متوجهة وجاية اليك من هذا الشخص فقط، وتركيزك على هذا الشخص فقط. احنا عايزين نحرر ونفك هذا التجميد الطاقي بحيث ان الطاقة تسير بأريحية في مجالك الطاقي. المشكلة ان التجميد الطاقي ده بيخلي الشخص التفكير عنده زائد جدا في هذا الشخص. كل ما حرر طاقته كل ما نسبة الشفاء بتكون عالية جدا جدا جدا، كل ما نسبة التحرر من التفكير في الاشخاص بتبقى عالية جدا جدا. نفذوا الكلام ده، مهم جدا جدا يا جماعة.